جديد مشاهدينا ونتابع الأخبار السعودية. فبحضور رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، انطلقت في جدة فعاليات تدشين النسخة الثانية من الجائزة الوطنية للإعلاميين في حفل خاص حضره رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم، ومدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام في منطقة مكة المكرمة سعود الشيخي، وضيوف من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. والجدير بالذكر أن الجائزة هذه المرة ستمنح ل15 فرعا في 5 مجالات إعلامية. كاميرا سيداتي طبعا كانت هناك وعادت لنا بالتقرير التالي مع التفاصيل. أطلق رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبد الرحمن الهزاع نشاطات الجائزة الوطنية للإعلاميين في نسختها الثانية لهذا العام، والتي تعنى بمجالات الصحافة والتلفزيون والإذاعة والإعلام الجديد والعلاقات العامة. على القائمين على هذه الجائزة ملاحظة ما لوحظ عليهم من إخفاقات، الجوانب السلبية يتلاشوها، الجوانب الإيجابية ينموها ويحافظوا عليها. أما نحن كنا ليس لنا أي دخل في لا تنظيما ولا توزيع جوائز ولا لجنة حكم كوزارة، هذه كلها قامت بها الجائزة وكان دورنا دعم فقط. جاءت الجائزة الوطنية للإعلاميين في نسختها الثانية بعد أن حققت في مسيرتها الأولى التميز والنجاح، وها هي تتجدد في حقول فروع الجائزة في موسمها الثاني، والتي ستمنح ل15 فرعا في 5 مجالات إعلامية، وستتاح فرصة المشاركة للإعلاميين والإعلاميات لترشيح أعمالهم بالإضافة للمؤسسات الإعلامية. من خلال اللائحة التنظيمية للجائزة نحرص على كل عام أن نقدم فروع معينة في مجال معين، لذلك هم يرون يعني أنه نجمع هذه الفروع، ولكن لا يمكن أن نجمع في عام واحد 16 فرع، لا يستطيع. لكن هذا العام خصصنا للحوار الصحفي، للتحقيق الصحفي، للصورة الصحفية في التلفزيون، البرنامج الاجتماعي، البرنامج الديني، البرنامج الرياضي، برنامج المنوعات، أيضا الأفلام الوثائقية لها حق المشاركة. الإضافة هذه السنة دخول الإعلام الجديد وأيضا دخول التقارير التلفزيونية لإعلام الطفل. حقيقة هذه الإضافات وخصوصا هذه الجائزة تمثل شيء كثير ما كنا نتوقع أنه ممكن يجي في يوم من الأيام وفي الوقت القريب هذا، خصوصا أنه هذه الجائزة بادرة لأول مرة تطلق في المملكة العربية السعودية، وأيضا اسمها الخاص بالجائزة الوطنية للإعلاميين. تنبثق رؤية الجائزة من الريادة والإبداع في صناعة الإعلام بمجالاته المتعددة المرئية والمسموعة والإلكترونية، والالتزام بمعايير الجودة الإعلامية المحلية والمقاييس العالية لنشر الخبر الصادق وبث الرسالة الإعلامية الهادفة لخدمة الوطن والمواطن. لبرنامج سيدتي رغد السليماني، جدة. إذا مشاهدينا جميل يعني بأي شكل من الأشكال التواصل ما بين الإعلاميين، إضافة إلى التكريم أو إحساس الشخص بأن أي مجهود يبذله هو فعلا مجهود مقدر أو موجود أو مسلط على الضوء، سواء في المجال الإعلامي أو غيره من المجالات. وجميل طبعا خلينا نسميها ثورة المؤتمرات حاليا والمناسبات التي تعقد تحديدا في العاصمة الرياض إضافة إلى المدن الرئيسية. لكن مشاهدينا أكيد وين ما كانت المناسبات، وين ما كانت طبعا الإنجازات السعودية، فأكيد طبعا سيدتي متابعة لها. لكن مرة ثانية نرجع إلى هدى في أبو ظبي ونتابع فقرات سيدتي لليوم. إليك هدى. يعطيك ألف عافية رنيم. ومشاهدينا بننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبنتعرف الحين على الهاشتاج اللي اخترناه لليوم. نتابع. هاشتاجنا لليوم استقدام العمالة المنزلية من أوغندا قريبا، الذي نشأ مواكبة للتحضيرات القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوغندا لاستخدام العمالة المنزلية، وما يشمل ذلك من ضوابط وشروط لعقود العمل وصولا إلى تحديد الراتب الشهري. الجدير بالذكر أن نجاح المناقشات الحالية سيجعل من أوغندا أول دولة يسمح لها بتصدير العمالة إلى المملكة في الفترة القريبة المقبلة. لقي الهاشتاج الكثير من تفاعلات المغردين، واخترنا لكم من هذه المشاركات ما يلي. تغريدة لينوف تقول فيها: أهم شيء ما تصير طويلة وعريضة ثم أخدمها بدل ما تخدمني. وأخرى لحسن العمري يقول فيها: لا يبحثون إلا الدول التي تعاني من انقلابات وحروب،
وعندنا انقلابات أسرية ونفسية ويلتقي الطرفين وتحدث المذبحة. أما حنان أمان فتقترح الحل قائلة: بدل ما تبحثون عن من يرتب بيوتكم ويطبخ لكم، شغلوا مخكم واشتغلوا في بيوتكم بنفسكم من كلا الجنسين. يعطيهم العافية كل ما يشاركون معنا على تويتر وفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي. وننتقل إلى الجمال مع ماسك القهوة للتنحيف وتزيين الأظافر بورق الهدايا. نتابع. تحية لكم كل يلي عم بيتابعوا برنامج سيدتي عبر روتانا خليجية. سيدتي نقدم حضرت لكم لهالأسبوع خلطة سحرية. طبعا كل سيدة هم الأول والأخير النحافة. أوقات كتير بينقص من وزننا، ولكن منعاني من مشكلة الدهون المتراكمة بمنطقة الأرداف والبطن. اليوم رح قلكن خلطة البن. خلطة البن هي خلطة سحرية رح تحللكن مشكلتكن. انتو بس بحاجة لثلاث معالق بن ونصف كوب من المي الفترة. وهلا اكيد رح اقلكم كيف ممكن نحضر ماسك القهوه لحتى يساعدكم على تنحيف منطقه الارداف والبطن. بتسكبوا نصف كوب المي الفاتره فوق 3 معالق بن، وبتحاولوا انكم تخلطون منيح تيصير عندكم عجينه. من بعد ما حضرنا ماسك البن او خلينا نقول ماسك القهوه، شو لازم نعمل؟ قبل ما تنهي حمامك بتفركي منطقه الارداف أو البطن أو أي منطقة بجسمك حابة أنك تنحفيها أو تتخلصي من الدهون الموجودة فيها بهالماسك هيدا. بتحركيها باتجاه عقارب الساعة لمدة 10 دقايق تقريبا. بتكرري هالمحاولة يوميا لتحصلي على نتيجة سريعة. وخليني أذكرك وقلك شغلة كتير مهمة، أنه أنت عم تفركي المنطقة يلي حابة أنك تنحفيها وتتخلصي من الدهون منها، بس لتنتهي بتلاحظي أنه في كمية من الزيت موجودة على جسمك. هيدي الكمية هي كمية الدهون اللي كان مختزنها الجسم بهيدي المنطقة. وكل ما تشوفي شوية زيت حول المنطقة اللي كنت عم تفركي البن فيها، كل ما بتكوني أنت عم تحصلي على نتيجة ممتازة. بعالم تزيين الأظافر آخر موضة اليوم هي الرسومات أو الأشكال الغريبة الموجودة على الأظافر. رح نتعرف اليوم مع زميلي باسكال جيموس على 4 خطوات سهلة كتير لتزيني أظافرك وتلونيها بورق الهدايا. خلونا نشوف هالفيديو سوا. بالنهاية بدي أذكر كل الأشخاص اللي حابين يرجعوا يحضروا الحلقة فيكن تتابعونا عبر اليوتيوب. أما بالنسبة لأخبارنا العديدة ووصفاتنا الجمالية فترقبوا العديد منا الأسبوع المقبل من سيدتينا. إن شاء الله طبعا السيدات اللي قاعدين يشوفونا يستفادون من هذه الفقرات اللي تخص الجمال، وبنكمل في الجمال لكن بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، منتجات لوسيتان تحدث ثورة في مفهوم العطور والعناية بالبشرة.